معنا عبر الهاتف رئيس منظمة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي. مرحبا بك سيد توفيق. سلسلة من الانتهاكات تمارسها ميليشيا الانتقالي ضد أبناء سقطرى، ما وجهة النظر القانونية لما يحدث في الجزيرة؟ مساء الخير لك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. في حقيقة الأمر ما يحدث في الجزيرة هو بحاجة إلى إعادة نظر من حيث التوصيف القانوني بشكل كامل. اليوم هنالك طرف انقلب على الدولة وهنالك طرف أجنبي يمارس سلطة الدولة السيادية على هذه الجزيرة، وهذا وفقا للقانون ما يعد خرق صريح وواضح للقانون الدولي والميثاق الأمم المتحدة، ويعد أيضا جريمة عدوان دولة ضد دولة، لأن العدوان قد يكون عسكريا، قد يكون العدوان على الاعتداء على سيادة هذه الدولة وقراراتها وسلطتها السياسية والاقتصادية إلى غير ذلك، وهو ما نشاهده فعلا اليوم موجود على الأرض حيث تمارس دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم. طبعا هذه الممارسات هي بشكل عام تريد أن تخرس كافة الأصوات التي تنادي بأحقية أبناء سقطرى باختيار النظام السياسي و بتأييدهم للحكومة الشرعية إلى غير ذلك، طمعا من خلالهم إلى نسيان هذه المحافظة وتقديم رسالة للعالم بأن أبناء هذه المحافظة راغبون ورابون بالوضع السياسي الجديد الذي تدعمه دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم سيد توفيق، لكن هناك أيضا استخدام النيابة العامة لقمع المعارضين، في حال استخدام النيابة العامة ماذا يعني ذلك؟ وبالنهاية اليوم السلطات القضائية الموجودة أداة من أدواتها، يعني اليوم السلطات أداة من أدواتها تستخدمها وسوف تحاكم للأسف الشديد أو تقدم تهم بموجب القانون اليمني. يعني اليوم هنا الإشكالية الكبيرة، بالأمس النيابة العامة صمتت ولم تتحرك بشأن المظاهرات التي خرجت ضد رمزي محروس، واليوم النيابة العامة تتحرك ضد مواطنين طالبوا بالسلطة بإعادة السلطة الشرعية. اليوم الأمر يتشابه في جزيرة سقطرى من حيث التصرف القضائي بما حدث ويحدث في العاصمة صنعاء، وهنالك دراسة لأحد المعاهد الكندية تحدث بكل وضوح عن استخدام الأطراف السياسية اليوم في اليمن من أجل إرهاب الخصوم وإنزال عقوبات شديدة بهم. يعني أنه السلطات القضائية سواء في سقطرى أو في غيرها صارت يعني أداة من الأدوات التي يستخدمها أطراف النزاع. طيب إذا كان التوصيف هو هكذا، ما هي الخيارات المتاحة أمام الجهات الحقوقية لمنع الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الانتقالي بحق أبناء جزيرة سقطرى؟ الخيارة المتاحة اليوم هو الاستمرار في كشف هذه الانتهاكات وفضحها وتقديم تقارير موثقة للمنظمات، للإعلام، للجهات الدولية، وهذا يجب أن يتوافق بصورة كبيرة مع إرادة قوية من قبل المواطنين بالاستمرار في النضال من أجل حقهم. لا يمكن لأحد في العالم مهما كانت قوته وسلطته ومهما امتلك من المال أن يمنع الناس أن يعبروا عن إرادتهم وأن يخرجوا عن هيمنة طرف من الأطراف يريد أن يفرض إرادته بالقوة. اليوم نحن ندعو المواطنين، ندعو النشطاء في جزيرة سقطرى والقريبين من جزيرة سقطرى إلى إرسال المعلومات والبيانات والانتهاكات للمنظمات الدولية في الداخل اليمني وفي الخارج اليمني والقنوات الإعلامية. يجب أن تبقى جزيرة سقطرى جزيرة حية. يبدو أن اليوم المؤامرة على سقطرى كبيرة، ويبدو بحسب الأنباء المتواترة ربما على أن الإمارات أقنعت السعودية بنسيان سقطرى التي هي الآن تحاول أن تضغط على الحكومة الشرعية بإخراج سقطرى حتى من اتفاق الرياض الـ2، ولذلك الإمارات العربية المتحدة شهيتها مفتوحة على جزيرة سقطرى ومخططاتها واضحة. اليوم بدأت بتنسيق تعاون مشترك ربما مع أطراف خارجية كالكيان الإسرائيلي وغير ذلك، ورغم أن الجزيرة ما زالت أمام السيادة اليمنية والولاية اليمنية باعتراف العالم أجمع. نعم سيد توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.